تزول وتحيا للزمان قائمة، تخبر من يراها بعين نسر أنها خطت حياة على حجر. كيف كانت البداية؟ من خط الحرف الأول، كيف استمر وتطور؟ إلى أين وصلنا؟ هذه الجدران التي اختزنت حياة براعم نمت، صنعت وزرعت، عملت وناضلت وكتبت لمدارسنا تاريخ. في مطلع القرن الماضي كانت مؤسسات التعليم في البلدان العربية والإسلامية كافة ثلاثاً: الكتاتيب وحلقات العلوم الشرعية ومدارس التعليم العام النظامية التي بدأت بالانتشار في أواخر القرن الثامن عشر، وكذلك حلقات العلوم الشرعية التي تقام في المساجد لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره. يعود تاريخ التعليم الرسمي في حمص إلى عام 1876، فبعد إعلان الدستور الأول للاحتلال العثماني واجتماع أول مجلس نيابي عثماني، أرسلت حمص أول بعثة علمية إلى مدارس الأستانة لتحصيل العلم، فعاد أفرادها مفعمين بالحماس لما لقوه في الديار الغربية من تقدم وازدهار على قلة ذلك بالنسبة لبلادهم، فعقدوا النية على فتح مدارس تغني التلاميذ مشقة الذهاب إلى البلدان الأجنبية وتغذي عقول طلابها بالعلوم والمعارف وتلقنهم مبادئ الوطنية. وكان حظ مدينة حمص من هذه الناحية أكبر من غيرها. أنشئت قبل الحرب العالمية الأولى مدرستان، مدرسة الاتحاد الوطني، ثاني مدرسة منبع العرفان في 1903 و1908. هاتان المدرستان دمجتا مع بعضهما البعض، وأصبح رئيس عين لفترة عبد الحميد الحراكي، وهن كانوا نواة تأسيس ثانوي تجهيز الأولى التي تحولت حاليا إلى عبد الحميد الزهراوي. يعني نحن الآن في المدرسة التي كانت بالأصل أول مدرسة تنشأ في حمص. فسميت المرحلة الجديدة التجهيز، يعني التجهيز كانت مقتصرة على التعليم الثانوي. فأنشأوا التجهيز الأولى في حوالي 1922، اندمجوا مع بعضهم، ثم بعد فترة أنشأوا التجهيز الثانية. وفي عام 1919 حولتا إلى مدرسة تجهيزية سميت مدرسة التجهيز الأولى، ثم سميت في عام 1958 ثانوية عبد الحميد الزهراوي، تيمناً باسم أحد أعلام النهضة الفكرية وأحد شهداء السادس من أيار عام 1916. تعد هذه الثانوية واحدة من أقدم المدارس الرسمية في سوريا، وقد ارتبطت بتاريخ مدينة حمص خلال أكثر من 9 عقود،
ودرج على مقاعدها علماء ومفكرون وقادة وسياسيون ومشاهير من أبناء هذه المدينة، تلقوا فيها كنوز العلم والمعرفة والفكر والثقافة. كان الانتساب إليها يتم بعد اجتياز الطالب امتحاناً خاصاً يدخل بعده في الصف الذي يناسب سويته الثقافية. وكان أساتذة المدرسة في معظمهم من أبناء البلاد باستثناء مدرسي اللغات الأجنبية. عبد الحميد الزهراوي الذي درس في اسطنبول وعمل في اسطنبول أيضاً، ومن الذين كانوا يرافقون عبد الحميد الزهراوي ودرس المحاماة رفيق رزق سلوم الذي أطلق اسمه على الثانوية التجهيز الثانية وأصبح اسمها ثانوية رفيق رزق سلوم. ومن الأشخاص الذين درسوا أيضا بعد الدراسة المحلية في مدينة حمص وسافروا إلى اسطنبول الدكتور عزة الجندي، فهذا كمان من الأشخاص الذين استشهدوا في تلك الفترة. يتميز بناء المدرسة بهندسته الفريدة وتصميمه العمراني الرائع من الداخل والخارج، حيث يتألف هذا البناء من 3 طوابق تحوي 34 قاعة مع غرف الإداريين والمدرسين والمخابر، وتمتاز قاعتها بمساحاتها الواسعة وسقوفها العالية وأبوابها ونوافذها المصممة بطريقة صحية تساعد على دخول الضوء والهواء بشكل جيد. بالإضافة إلى وجود مخابر نموذجية مدرجة ومكتبة زاخرة بمجموعة كبيرة جدا من الكتب القديمة ومسرح مدرسي واسع، وفي المدرسة متحف يحوي المواد الفيزيائية والكيميائية والخرائط ومواد التشريح وغيرها من المواد التي كانت تستخدم قديما كوسائل تعليمية، كما يضم أيضا أرشيفا نادرا وسجلات وقيود يعود تاريخها إلى عام 1919 أي منذ تأسيسها. ويتضمن هذا الأرشيف سجلات بأسماء وصور الطلاب الذين درسوا في المدرسة وصورا نادرة لمراحل من تاريخها. ولكن من هو عبد الحميد الزهراوي الذي ارتبطت هذه الثانوية العريقة باسمه؟ هو الشيخ عبد الحميد بن محمد شاكر الزهراوي من مواليد حمص عام 1871، درس العلم والأدب على يد كبار العلماء والفقهاء، وله عدد من الرسائل في الفقه والنحو والمنطق وديوان شعر لم يطبع. أنشأ جريدة المنبر في حمص ثم الحضارة في الأستانة. للتذكير، عبد الحميد الزهراوي من العلماء المهمين جدا في تاريخ حمص، واللي وقف في وجه نظام الحكم العثماني في ذلك الوقت وتعرض لذلك إلى أن يعدم من قبل النظام، ويعتبر من أوائل الشهداء بالنسبة لحمص. وله مؤلفات علمية، وكان يصدر جريدة في إسطنبول نفسها اسمها الحضارة، عرفتي؟ فلذلك عبد الحميد الزهراوي حينما يطلق اسمه على التجهيز الأولى هو تذكير بالمعنى العظيم للشهادة وبالمعنى العظيم لشخصية تمثل جيل كامل من الذين كانوا يتصدون للمشاكل الدولية ونظام الحكم وكل هذه الأمور السيئة في ذلك الوقت، وهو أيضا من رجال الفكر. لم يكن التعليم في حمص مقتصراً على الذكور فقط، بل كان للإناث أيضاً نصيب كبير فيه، إلا أنه كان متفاوتاً بحسب المراحل التاريخية.
التعليم في حمص قديم قدم الإنسان في المنطقة، فهي مهد الحضارة، حيث استمر التعليم التأسيسي للأطفال مع نزولهم للحياة في الكتاتيب المخصصة لعلوم القرآن والقراءة والحساب كما في كل بلاد الشام. استمر في التاريخ الإسلامي هذا التعليم التأسيسي للأطفال ونزول الحياة، ثم استمر التعليم الأعلى في المعاهد أو المدارس التابعة إلى المساجد الرئيسية، ثم إلى المساجد الأكبر التي لكل ولاية كان مسجد لها. لكن الظروف الطبيعية من زلازل هدمت المسجد عدة مرات، لكن المدرسة بقيت مستمرة في كل المساجد إضافة إلى الكتاتيب المنتشرة في الأحياء. واستطيع أعطيك رقم سريع الآن، أقول أنه بأواخر العهد العثماني كان لدينا في حمص 58 كتاب، منهم 37 للذكور و16 للإناث أيضا. تطور هذا الأمر حتى بدأت الحياة، وهذا الأمر لم يكن خاصا بنا، في العالم كله هذا كذا كان التعليم. حينما بدأت التعليم يتوسع والمكتشفات العلمية تتوسع، أصبح نحتاج إلى تعليم متخصصي أكثر، فبدأت الدول والحكومات تتبنى التعليم لكل المجالات الحياة. يعني تفتح مدرسة لتعليم الصنائع، وهذا الكلام بدأ من قبل الحرب العالمية الأولى، فأحدثت المدارس بسموها النظامية على النمط الحديث، بحيث يدخل الطالب من السباع إلى الظهر له ساعات تدريس، وتنوعت المواد وأضيف إليها مواد أخرى مثل اللغات، مثل الموسيقى، مثل الرياضة، وصارت المواد العلمية مواد بسموها الطبيعة أي الفيزياء والكيمياء وكل ما يخطر على جغرافيا مادي لحالة، تاريخ مادي لحالة. إذن بدأنا بالمدارس النظامية قبل الحرب العالمية الأولى. ثم صدر قانون يوضح أنواع المدارس النظامية. إذا كانت القرية أو المدينة عدد سكانها أقل من 500 نفس ينشأ فيها مدرسة ابتدائية، إذا كان من 500 إلى 2000 أو 3000 تنشأ فيها مدرسة متوسطة فيما بعد، ثم ثانوي، وكانت كما قلت لك تسمى الابتدائية الرشدية الإعدادية لأن تعده للنزول إلى الحياة. بعد ذلك أنشئت في فترة الاحتلال الفرنسي مدرسة لتجهيز البنات عام 1936، وكان للتعليم الخاص دور كبير كذلك في النهضة العلمية في حمص. في أواخر القرن التاسع عشر وقبل الحرب العالمية الأولى ذكرت لك المدارس الرسمية التي أنشئت من الدولة، لكن ترافق مع هذه المدارس مدارس خاصة. المدارس الخاصة كانت على أنواع، طبعا كان الهدف الأكثرها مدارس تبشيرية للأجانب، فكان مثلا للروم الأرثوذكس أنشأوا مدرسة، والبروتستانت أنشأوا مدرسة الإنجيلية، والسوريان الأرثوذكس أنشأوا مدرسة أيضا، وأنشأوا مدارس للبنات، راهبات القلبين الأقدسين أيضا أنشأوا مدرسة، وطبعا هذه المدارس ما تزال مستمرة حتى الآن. لذلك المدارس الأهلية كانت عن نوعين، نوع هي من الإرساليات التبشيرية الأجنبية، ونوع تحمس من المواطنين. المدارس الأجنبية كانت كلها مع ليل نهاري، ولذلك كانت تستقطب الطلاب من الأرياف ويبيتوا في المدرسة، بينما المدارس الأهلية لم تفعل ذلك، لأنه كان ما في مدرسة أهلية تقدم التعليم في كل مدينة أو قرية واسعة. طبعا المدارس الأجنبية كانت تتلقى مساعدات من الخارج، وهذا كله مسجل بالوثائق، بينما المدارس الأهلية الثانية كانت تأخذ الدعم من الأهالي والتبرعات. ولدينا بهذه الكتب التي لدي وثائق تتكلم عن وقفيات لكثير من الأشخاص أوصوا بتوزيع ورثتهم أو قسم منها إلى دعم المدرسة الفلانية ودعم المدرسة الفلانية، وهذا كان يحصل. استمرت العملية التعليمية بالازدهار والتطور، ورفدت المدارس بمدرسين بمستويات عالية حتى خلال الاحتلال الفرنسي.
الحقيقة فترة الاحتلال الفرنسي، وهي نقطة لازم ننتبه لها، أن الاحتلال الفرنسي ساهم بتطوير التعليم الابتدائي وكان يعرقل تطوير التعليم الثانوي. يعني نظريا، لكن التعليم الثانوي يخلق شباب، يخلق رجال، هؤلاء الشباب سيشكلوا خطر علي. وكم قامت المظاهرات والإضرابات من المدارس الثانوية ضد الاحتلال الفرنسي في مختلف المراحل، ولذلك كان الفرنسيون حريصون على أن لا تتوسع المدارس الثانوية، فلذلك الأهالي أنشأوا مدارس كثيرة في هذا الأمر. هلأ مدارس اللي واجهت الاحتلال بالنسبة طبعا نقدر نقول الابتدائي ما له دور، نحن آخر من حضرت أنا هذه الأمور. تمر المظاهرة من الثانوية تأتي إلى الابتدائية تقول طالعون بدنا إياهن، فالمدارس الثانوية كانت لتمارس هذه العملية. لدينا في حمص مدرسة وحدة هي التجهيز الأولى، هي اللي هي حاليا اسمها ثانوية عبد الحميد الزهراوي. تحولت ثانوية عبد الحميد الزهراوي إلى نقطة علام في حمص، حيث كانت ولا تزال تستقبل طلاب المرحلة الثانوية من كل أحياء المحافظة، محافظة أيضاً على أدق التفاصيل الأثرية فيها. ويعد الكادر التدريسي بين مدرسين وإداريين من خيرة المدرسين قدماً وسمعة. أنا دخلت بتاريخ 1985، دائماً عدد الطلاب يتجاوز 1000 طالب. الكادر التدريسي الموجود دائماً بعبد الحميد الزهراوي بيكون متميز بأكثر من شيء. أولاً الخبرة، يعني حتى لي يدخل الأستاذ على هاي المدرسة بيكون عنده خدمة لا تقل عن 10 أو 15 سنة بالتدريس. عدد القاعات الدرسية 20 قاعة دائماً ممتلئة، ممكن يوصل عدد الطلاب بالصف الواحد ل 65 طالب. مرقت فترة كان في عنا عدد الطلاب بالقاعة الدرسية 65 طالب، فكان يمكن هذا أمر صعب شوي علينا، ولكن كان في عنا دائما مدرسين كفاءة عالية بهذا الموضوع. من أشهر الشخصيات التي تخرجت في مدارس حمص المختلفة الأستاذ عبد الحميد الحراكي، الذي وصل إلى مرتبة مدير تربية ومفتش في الوزارة. هؤلاء الأشخاص الحقيقة مجموعة كبيرة، منهم الرئيس هاشم الأتاسي، منهم محمد أنيس حسين آغا، كانوا يكملوا دراستهم في ذلك الوقت في اسطنبول، ويعتبروا من أوائل الذين حملوا شهادات عليا وجاءوا إلى البلاد ليتابعوا خدمتهم. فنحن لدينا مهندس، أول مهندس وكان لقبه باش مهندس، اسمه محمد أنيس حسين آغا، وبدأ ينظم مدينة حمص تنظيما حديثا. يعني حينما أنشأوا في دمشق شارع النصر، أنشأ هو شارع السرايا في حمص المسمى شارع القوتلي، ووضع نظاما للبناء. من الذين درسوا طبعا الشيخ الرئيس هاشم الأتاسي، على اعتبار أنه من أسرة آل الأتاسي، وهذه الأسرة كانت في الحقيقة من أهم الأسر العلمية في حمص، وكان منصب الإفتاء مستمر فيهم أيضا. ضمت ثانوية عبد الحميد الزهراوي مكتبة واسعة مدرجة احتوت العديد من الكتب القيمة التي ساهمت بتطعيم الفكر العلمي والسياسي والاجتماعي لطلابها عبر سنوات بنماذج مختلفة ساعدتهم على تطوير ذاتهم خلال مراحل دراستهم، وأسست لهم لبنة قوية نحو مستقبل واعد. بالمدرسة أنا بال 2013 جيت، كنت موجود هنا، جيت ضليت سنة. بالفترة اللي كانت فيها في أزمة بسوريا دائما كانت المدرسة مفتوحة لكل الطلاب، وكانت عم تستقبل جميع الطلاب من كافة المناطق حتى من خارج محافظة أي طالب. فأبدا المدرسة ما وقفوا أبدا عن التعليم فيها. بأيام الصعبة دائما كانت عبد الحميد الزهراوي مداومة. بأصعب الأيام اللي مرقنا فيها بسوريا كانت عبد الحميد الزهراوي هي مدرسة، فقط مدرسة للطلاب، وكان في تعاون كثير من مشان انه يوصل الطلاب بامان على المدرسه. يعني حتى انا بتذكر انه
كنت أنا بـ 2013 لما الطلاب بتوقف مثلاً الحواجز كانوا أنه رايحين على مدرسة يبعتوهم فوراً يأمنوهم بحيث أنه يوصلوا بأمان على المدرسة. أبداً المدرسة دائماً كانت هي مكان للتعليم. هلأ نحن لما صرنا بمدرسين ومنشوف الظروف الصعبة اللي عم يمروا فيها الطلاب أكيد اللي حيخلينا نساعدهم أكثر ونقدم لهم. يعني نحن يمكن ظروفهم كشباب هلأ أصعب من بفترة الحرب هلأ مرقنا، والحمد لله إن شاء الله بانتهاء هلأ قريباً منا بإذن الله تعالى. هلأ نحن بشعر أنا يعني كمعاون مدير أنه هلأ نحن لازم نساعدهم أكثر، لازم نصبر عليهم أكثر. وهني تماماً أنا بشعر أنه الطالب لازم بيعرف أنه المدرس، أنه المدرس اللي بيحبه وبيقدم له خدمة وبيحاول يساعده حتى لو الأستاذ نفسه يعني غلط أو حكى معه بكلمة بيسامحه، حتى الطالب بيسامح الأستاذ لأنه بيعرف أنه هذا الأستاذ بحبه. يعني هو المحبة بين الطالب والأستاذ، وشعورنا كبلد وحدي كمؤسسة وحدي وهي بيتنا الثاني، يعني لازم نكون مع بعضنا ندعم بعضنا بحيث أنه تنجح بالنهاية العملية التربوية. عبر سنواتها التي تجاوزت 100 رفدت ثانوية عبد الحميد الزهراوي البلاد بخيرة الطلاب الذين ساهموا في النهضة العلمية والفكرية مع المحافظة على الأخلاق الحميدة وأصول التربية السليمة. هلأ أنا بال 1985 دخلت المدرسة طالب صف عاشر، وكان بالطابق الفوق هلأ وقت اللي بمر على الطلاب أنا كمعاون بفوت بشوف صفي وين كنت أنا أقعد. داومت العاشر والحد عاشر والبكالوريا بهاي الثانوية. بتذكر هلأ زملائنا هني اللي كانوا معنا الطلاب هلأ هني حتى منهم أساتذة معنا، يعني في حوالي 10 أساتذة كانوا معي الطلاب بالثانوية نفسها. فهذا الانتماء بالنسبة لنا أنه نحن كطلاب وهلأ مدرسين بيخلينا نشتغل ونقدم بأقصى جهد بالنسبة لنا، يعني بنشعر أنه هذا ما نجهد، هذا واجبنا الطبيعي. فوجودنا دائما مع بعضنا بنتذكر كيف كنا طلاب وهلأ نحن مدرسين، فبنتذكر كمان المشاكل أو القصص اللي كنا نعملها كطلاب، فهلأ نحن بنسامح الطلاب لأنه فعلا مساحة كبيرة ومكان جميل جدا بيفتح للطالب أنه يكون يعني يكون عنده آفاق للفوتي والطلعة، والمدرسة كتير كتير جميلة بالإضافة للمسرح والباحات ولعب الطابة كل شيء كنا نحن لهلا بنتذكروا هذا الموضوع. الاسماء كثير طبعا اسماء كثير مرقت علينا، الاساتذه كانوا في عندنا اساتذه كانوا محترمين جدا. انا بتذكر الاستاذ عبد المنان حوال استاذ فيزياء، وهو اللي كان السبب اللي خلاني سجل هذا الفرع الفيزياء. الاستاذ احمد تلاوي كان مدير الثانويه، كان شخص جدا محترم وما زال هو موجود بالسلك التعليمي، يعني هو يمكن عمره حوالي 70 سنه هلا. أساتذة كلياتهم كانوا جيدين محترمين. ثانوية عبد الحميد الزهراوي صرح تعليمي رائد ليس بخاف على أحد. كل هذه الجهود التي بذلت لتكون هذه الثانوية من أعرق الثانويات في الجمهورية العربية السورية يصب دائما في تطور العملية التعليمية فيها ورفد البلاد بخيرة الكوادر لبناء سوريا الغد.